أحسن الله إليكم. يقول السائل: من اعتاد الحلف بغير الله وهو لا يقصد الحلف، هل يدخل في الشرك الأصغر؟ وجزاكم الله خيرا. هذا من لغو اليمين، إذا جرى على لسانه ما صورته اليمين لكنه لم يقصده، هذا من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم. أحسن الله إليكم.